السلام عليكم. اسمك الكريم؟ معتز نصر. معتز نصر، عاشت لسانه صديق. يا معتز، ندخل في الموضوع دغري. ايه. كم عمرك؟ مناقش مواضع اللي هنا بالمعينة في المكتوب. كم عمرك؟ عمري 25 سنة. شوف الوجه الجميل هذا. نبدأ لك. 25. 25 سنة. 25. تمام. المرحلة الثانية. مزوج؟ لا عاد. يا سلام عليك، يا سلام عليك، يا سلام عليك. أنت ضيف برنامج زواجك علينا. اشتغل. نعم. صافتونا الله من سيدي يعني. خاطب ولا لا؟ أيوة خاطب. خاطب. يا سلام عليك. كم لك خاطب؟ والله تقريبا ثلاث سنين. ثلاث سنين شوية. وليش أخذ متأخر؟ والله بسبب ظروف البلاد هذه، كل ما تجي تنويش تعمل خطوة وكذا تتصعب عليك وما تقدرش يعني تخطب أمورك. يا رب. ربنا سهل عليك. أنت الآن عديت ثلاث مراحل. ثلاث مراحل. ما قل المرحلة الصعبة. باقي له مرحلة. ما قل مرحلتين. مرحلتين. ليش كم طلبوا منك؟ والله مليون. مليون. طيب. كمهر مليون يعني. مليون. المرحلة الثالثة. عندك استطاعة تفتح بيت، قادر انك تتحمل المسؤولية وتفتح. ايوه اكيد اكيد. اكيد. بيت على البيت ما بيت اكيد قادرين. يا سلام عليك. يا سلام عليك. الآن أربع مراحل، باقي لك مرحلة. ليه؟ إذا عديتها تستلم مننا 2 مليون ريال. اللي هي المرحلة ايش؟ المرحلة. نعطيك مهلة 3 ساعات. ايوه. هذه الرسمية. تقنع عمك فيه باتصال. الاتصال هذا اجباري. او باي وسيله من خلال 3 ساعات تقنع عمك انه يعقد لك على الهواء مباشره. والله ما بيقتنعش وجه بوجه، بس من روح له عاد بالاتصال. واذا كملت 3 ساعات كل ساعه تنقص عليك 100,000. من صلبه عادي. بسم الله ابدا. هلا. هلا. السلام عليكم. هلا. عمي درار كيفك؟ معك معتز صاحب رقمي. هيا هيا معتز. كيف حالك؟ عمي كيفك؟ الله الحمد لله. اقول لك تسمعها الان زي الناس. ايوه. اقول لك دحين ببرنامج اسمه زواجك علينا. بشتي مني اقنعك انك تعقد لي اليوم. اليوم؟ خلال 3 ساعات يعني. خلال 3 ساعات يعني أرتب نفسي خلال 3 ساعات. أيوة. وكل ساعة تروح العام تروح عليك 100,000. قل له إنه بيعطولك فيه مليون يعني. الزواج بيكون 2 مليون عليهم هم يعني بقبولياتك. بس شو نعقد لك خلال 3 ساعات تعقد لي اليوم يعني ضروري؟ أي أيوة والله عمي ضروري. حققت من الله يعني. ها؟ حققت من الله لو سمحت يعني يا عم. ما نشوف البيت الحين، بنشوف العموم هي بنشوفها ان شاء الله. يا رب. انا حاول ربنا يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله يا عم يعني ما في غنقين. ان شاء الله. ان شاء الله نشوف البيت ونشوف الخير قدمه ربنا. يلا ان شاء الله. ان شاء الله. يلا حبيبي. يلا انا موجود. تمام تمام. انا موجود في البيت. يا رب. ان شاء الله. ما ادري ايش قال. قال بيجي بكلم البيت. 3 ساعات الان العداد بيمشي. وانت حر. اقنعه باي وسيله. مع هذه الوسيله اتصال معك عده وسائل ثانيه. تقدر تروح له. تقدر تروح له. تقدر تستعين بشيخ الحاره باي وجهه مؤثر على عمك. تستعين باي شخص تريده. والله شنو حين نروح له بنروح له. بس انا اقول قد وافق دحين من الاتصال قال لي بيشوف البيت بيتعلي خبر. الان ننتظر وتشوف او تتصل مره ثانيه. تمام واصل. يلا طيب ننتظر. قال نشوف خير ان شاء الله. ما ادش جواب صريح. يا معتز منين البيت بيرد خبر؟ منين انت؟ اصلي يعني ولا ايه؟ منين انت؟ لا فين جالس؟ فين جالس؟ بالشيخ. بالشيخ. انت من وين؟ من عدن. من عدن. حياك. هلا. عمي. هذا. ايش قلت الان؟ ايش اقول للناس؟ تعال للبيت. انا فاهم. ايه البيت فاهم. ايش رايك تجي انت معي لعنده؟ انا نقنعه. ايوه اقنع لي هذا انت. انا ايوه انت عادي. ابشر ابشر بعزك اجي معك. خلاص يا عمي بنجي. بنجي لك البيت. بنجي لك.
السلام عليكم، كيف الأحوال؟ حياك الله والد. هذا عمي، هذا البرنامج اللي قلت لك عليه، إنه اسمه يزوجونه يعني على حسابهم. هذا وش العقد يكون اليوم؟ اليوم هو كان يعني مشان الأهل، مشان ذا، لكن خير الله. أنا خلاص خلنا ما فيها الخير يقدمه ربنا إن شاء الله. يعني موافق؟ إن شاء الله موافق إن شاء الله بإذن الله. بيض الله وجهك. هذا إحنا في البرنامج هدفنا تيسير الزواج، وأنت من أمثالك تشكروا لي إنكم بتيسروا الزواج إن شاء الله. سهلوها، تسهل عليكم بالضبط. الله يفتح عليكم. بعدين نحام على البنات هذه اللي يم الله واحد يزوج. يزوج نعم. ايش عاد انا اقلسهم عندي؟ الله تهف. الله الخرج. الله يحفظك ويبارك. الله يسعدكم. نشتي اهم شيء قيل جديد. شوف يا والد، الحين قد مشى من وقته ساعة. بسبب الزحمة اللي في جولة القاهرة. باقي معي ساعتين. الآن قطبتها و الله عليك بساعة مية. الله كريم ما عاد شيء. من تشتي تفرح الآن في هذه اللحظات؟ والله الشيء اللي أهلك تتوكل حاجة. السيارة معك والطاقم معك، تتوكل تتبشرهم إن شاء الله. إن شاء الله جاهز؟ إن شاء الله. يلا الله. وأنت يا ولد الله يكرمك ويعافيك. يلا حبيبي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الله سلم على عمك. أيوة غطرفي غطرفي اليوم عقدي غطرفي.